ريتا، خلينا نتكلم عن الكركديه وفوائده على الجسم. الكركديه هو مشهور برمضان، اكثر شيء بيتاخذ كمشروب هو، بس هلا وقت نعرف فوائده معقول نصير ناخده كمان بوقت الصيفيه، لانه هو بيتاخذ بارد او سخن، ففينا نكون عم ناخده كمنعش، عصير منعش بالصيفيه. هو غني كثير بالانتي اوكسيدنتس اللي هن مضادات الاكسده، مثل البوليفينول والانتوثيانين يلي هن بيعطوه فوائده. هو فيه شويه فيتامينات ومعادن بس ما كثير، يعني فيه شويه كالسيوم، مغنيسيوم، بوتاسيوم، فيتامين سي، بس الاساس تبع منافع الكركديه من وراء مضادات الاكسده الموجوده. من وين اصله هو العشبه؟ من وين بفتكر ببلشوا بماليزيا وال بآسيا. بالآسيا صح. لكن ريتا كمان اللي أعرفه إنه بيساعد على خفض ضغط الدم، خصوصا مزبوط. الناس اللي عندهم هذا مزبوط، عنده كتير منافع، مش بس تخفيض ضغط الدم، بس برضو الدراسات المعمولة عليه بدها بعد، يعني بدهم، يعني رح نسميهم نحن اليوم المنافع، بس بدهم بعد أكتر دراسات، وبدهم يجيبوا عالم أكتر، لأنه الدراسات معمولة على كمية عالم قليلة. فلا، لازم بعد تنتأكد نحن من منافع اللي حنسميهم اليوم، وتنتأكد من قديه لازم نكون عم ناخد منه كمية، بده بعد دراسات تكون معمولة.